في بيئة جغرافية شديدة الوعورة يواصل الجيش الوطني والمقاومة في مديرية بيحان دحر ميليشيا المخلوع صالح والحوثي الانقلابية من مواقع مهمة على طريق تحرير كامل مديريتي بيحان وعسلين المجاورة إلى الشمال الغربي من محافظة شبوة. معظم مواجهات الساعة الأخيرة تركزت في جبهة الساق وسط إنجازات مهمة تحققت خصوصا في منطقة مقربة، في حين واصل الجيش الوطني ممثلا في اللواء 26 وكتيبة الحزم وبإسناد من المقاومة الشعبية تمشيط منطقة الجندلة وصوفة على الطريق الواصل بين بيحان وحريب. والذي قهرتنا طبيعة الجبال، طبيعة الجغرافية أكثر من أكثر 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 من قتال الحوثي. يعني جبال لم أرى مثلها، كانوا متحصنين فيها، جبال يعني متعبة جدا. تم دحرهم منها فعلا وبأقل تكاليف الحمد لله. 2 من أفراد الجيش استشهدوا في هذه المواجهات مقابل عدد غير محدد من قتل الميليشيا والجرحى وفرار العشرات من المواقع الحصينة التي كانوا يتمركزون فيها في المرتفعات والتلال المطلة على وادي بيحان ويمارسون أعمال القنص، فيما خلف اندحار الميليشيا العديد من الأسلحة والقناصة وكميات كبيرة من الذخائر. هذا الجبال زي ما تشاهدوا، انظروا على الجبال، كان العدو يتحصن في أعلى القمم هذه وقناصات لا مستويات عالية، ولكن بفضل الله والأبطال الشجعان استطاعوا أن يتغلبوا عليه ويشلوا كل ما بأيديهم من قناصات ومن عتاد. والآن الأبطال مستمرين للتجهيز للمراحل اللاحقة والتالية بإذن الله تعالى. وفي مديرية عسيلان هيمن تدخل مقاتلات التحالف على أجواء المعركة، وتشير الأنباء الواردة من هذه المديرية إلى أن الطيران دمر 4 دوريات عسكرية تابعة للإنقلابيين، 2 منها في شرق مدينة النقوب و2 في منطقتي عكدة صوفة والصفحة إلى الغرب من المديرية، بالإضافة إلى تدمير منصة صواريخ في منطقة الصفحة أيضا. وقد وصل طيران التحالف شن غاراته مستهدفا تجمعات ومواقع الميليشيا في مديرية عسيلان. لم يتبقى الكثير حتى يحسم الجيش الوطني بشكل نهائي مصير المعركة في آخر مديريتين تتواجد فيهما الميليشيا بمحافظة الشبوة، إذا استمرت العمليات العسكرية بهذا القدر من الزخم والإنجازات.